Day 19 of living in a war. الخميس بلش بسترس. بعد ما طلع جدار الصوت واجا الليل حسينا كأنه ما رأيت. We celebrated. الجمعة صار الاغتيال بالضاحية. سمعته وحسيت فيه. كنت واحدة بالبيت. ضبيت شنطة. حطيت نص الخزانة على البانيك. كتير كان في عجقة الطريق ما حدا فاهم شي. جربت كافة نهاري. رحت صورت. كفيت على القلاعة عند أهلي. حسيت بالأمان شوي بس وصلت. مشيت ريفن. ما قدرت نام كل الليل. سبت أحد نزلت على شغل مع أنه كتير كنت خايفة. بس كنا كلنا سوا عم نجرب نكون بريزنت. أحد بالليل طلعت. تاني وعيت. أبشع نهار. جربنا أنا وجيسون نعيش نهارنا عادي. نروح نصلي نتعشى. نحن ورايحين راندملي سألته على الطريق هيدا الجبل شو؟ قال لي ميروبا. بعد 5 دقايق نزل صاروخ بميروبا. حسينا فيه. رحنا ناكل. ما بعرف ليه رحنا ناكل. ما قدرنا. فلينا. مني قدرة كفي هيك. أنا هون بعيدة عن كل شي وبعرف حالتي أحسن من كتير عالم. بس مني منيحة أبدا. ما حدا منيح. Until then, day 19 of living in a war.